انا بختم بلقطه انا دائما يعني اشوف لما اشت بسمو الامير عبد العزيز بن تركي، ترى دائما انا لما اتطرق لاشخاص يا اخوان دائما ما هي مجامله صراحه، دائما اذكرها من باب الاحتكاك مع هالاشخاص، من باب التعامل مع هؤلاء الاشخاص، ومنهم سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل لما التقيت فيه، سواء في اعتقد في طوكيو او في بانكوك ماني متذكر، كان في اجتماع للجنه الاولمبيه الدوليه والتقيت فيه كونه رئيس لجنه الاولمبيه السعوديه. رجل متواضع، رجل يبحث دائما عن التطوير للرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. امس كانت في مباراه حق منتخب السعوديه ومالي، وهذا الامر اللي احنا يعني نتمنى نشوفه في ملاعبنا صراحه. سمو الامير دكتور نزل الى ملعب الدمام وبدا يفتر على الملعب ويشوف شنو احتياجات الملعب، شنو وقاعد يسال الجمهور بعد، وراح للجمهور نعم، وشرى برد حق الكافتيريا يشوف وشاف شنو يقدمون فيها، شنو يقدمون اسعارهم. ابو سعود نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي، ان المسؤول لا ينطر مثلا العالم تبادر، هو المفروض يبادر بالشيء هذا. هذا الأمانة يعني ينم على 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 شخصية الشخص المسؤول اللي 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 يحاول يقوم يعني لو نص من مهامه كرئيس لجنة أولمبية ولا رئيس اتحاد ولا رئيس الهيئة. نعم. وياي أبو سعود. نعم. فأشوف هذا قاعد يسأل الجمهور شنو نواقصكم، شنو الأمور هذه كذا. اليوم العالم قاعد تشرح، شوف واحد من الجمهور قاعد يشتكي. إيه؟ ترى مضايق. صح كلامه صح. أنا أبو سعود أنا أقول لك شغلة، اليوم إذا أنت تقول هذا إحنا هم بعد نشكي ان ملاعبنا للحين صبه، ان تكرم ما في دورات مياه، إن احنا ليش نقول لك يوم انه افتتح استاد جابر قلنا الحمد لله بننتقل نقله نوعيه من ناحيه الملعب والنقل والحضور الجماهيري وتواجدهم ودورات المياه وغيره وغيره. شوف يعني شنو اخذ منه، ترى اخذ منه نص ساعه. نعم. وشوف طلع بايجابيات ايش كثر هالمسؤول هذا. صحيح. فاحنا نتمناه من الاخوان، والله ما احنا ضدكم، بالعكس احنا ودنا تكونون افضل ناس لخدمه هذا البلد، بس حس ووصل للملعب، شوف احتياجات الملعب. نعم. شوف احتياجات الجمهور، لان اليوم انت مطالب مني انا كجمهور اني احضر المباراه، اجي ما القى ابسط الامور المتوفره باي ملعب برا. نعم. طيب فوفروا لنا. ابو عائشه تعليقك على الموقف. والله موقف ما يحتاج تعليق، يعني الموقف هو قاعد يعلق عن نفسه، لما رجل صاحب منصب او صاحب سلطه ينزل ويتواصل مع الجمهور يتواصل ترى في فيديو بعد بس مو موجود. نعم. راح حق الكشك الخاص ببيع التذاكر. نعم. ووقف مع اللي يشترون تذاكر وشاف شنو اللي محتاج، يعني شنو طريقة البيع. نعم. في مشاكل تواجه. هذه الأمور اللي احنا دائما نحتاجها، يعني نحتاجها في 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 الوطن العربي، نحتاجها في الخليج، نحتاجها من الكويت. يعني هذا الموقف شيء طيب صراحة، وشيء يعني أمانة سمو الأمير مشكور عليه، يعني واحنا نتمنى هالشيء يصير عندنا في ملاعبنا، في مو بس ملاعبنا الرياضية، في كل شيء. احنا صراحة بالصدق احنا استانسنا لما شفنا رئيس مجلس الامه السيد مرزوق الغانم مباراه العربي، وهذا والله العظيم استانسنا. يعني تختلف تتفق وياه، هذا رجل مسؤول، ثالث رجل في الدوله وموجود بالجمهور وقاعد وياهم وكذا، هذا استانسنا. حتى المباراه الاخيره حتى بيوم الايام لما تركي آل الشيخ في السعوديه كان يقعد على المقابل وتلقط الكاميرا، الله يطول عمره تميم بن حمد تو حاضر مباراه عدل، وانتم حطيتوا اللقطه في الملعب هذا. طبعا تميم بن حمد امير دوله قطر راح تنظم كاس العالم 2022. احنا ما نبي عسى الله يحفظه ويطول عمره ويعطيه الصحه والعافيه سمو الامير يحضر بالملعب مثل هذا، لا في من هو يقوم بالدور هذا من وزراء من وكلاء من غيره، يقومون يشوفون الملاعب صاير عليها هذا. قلت لك احنا كنا نامل ان مباريات نشوف ارضيات سنعه باستاد جابر، ترى احنا مشكلتنا ترى عندنا 10 فرق، يعني بامكانيه استاد جابر كل المباريات المهمه انقلها حتى بالدوري على 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 استاد جابر. نعم. ارضيه زينه، ملعب زين، مدرجات زينه، دخول وخروج من افضل شيء. خلاص. طيب.